ماذا استنتجتم من هذا اللعب؟ ماذا استنتجتم؟ الدكتاتورية. الدكتاتورية. لذلك نقول بأن الموظفين إن تحكمت فيهم تحكما تاما سوف يقومون بإعمالهم فقط، لن يبدعوا، لن تكون هناك مبادرة، لن يعطوك اقتراحات، وستبقى الأمور بشكل رتيب جدا. أحسن طريقة هو أن تحفز الآخرين وتمارس معهم الثقة مع التمكين كي يعطوك أحسن ما عندهم، ويجتهدوا ويضيفوا ويبادروا ويبدعوا. نعم، إذا نكمل. قبل أن نبدأ في عملية التحفيز لدينا إضاءات. الإضاءة الأولى هي الإنصاف. الإنصاف، يجب أن أكون منصفا مع الجميع في تحفيزي، أحفز الناس المتميزين وغير المتميزين. تعرفون كتاب سير أعلام النبلاء؟ كتاب قيم رائع جدا للإمام شمس الدين الذهبي. جميل، ربما 30 جزء فيه. يذكر قصة جميلة، فيتكلم عن سير مجموعة من الصحابة والتابعين، ومن بينهم تكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي. ماذا كان يعرف عنه؟ كان سفاكا للدماء. فتكلم كثيرا شمس الدين الذهبي عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال كان سفاكا للدماء، وكان غير أن سيئاته مغمورة في بحر حسناته. فمهما حصل يجب أن أكون منصفا للآخرين وأحفز الجميع حتى أنتقل من العادي إلى المتميز، المتميز إلى أكثر تميزا، وهكذا. الإضاءة الثانية نأخذها من عند سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده خادم اسمه أنس بن مالك، كان تقريبا عمره 11 سنة تقريبا. فيقول أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فلم يقل لي لأمر فعلته لما فعلته، ولا لأمر لم أفعله لما لم تفعله. قمة الإيجابية. في مرة من المرات أرسله في حاجة في قضاء غرض معين فتأخر. أنس بن مالك صبي، وجد الصبيان يلعبون فذهب يلعب معهم ونسي الغرض. فجأة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد أنس بن مالك يلعب. هل سيضربه؟ يشتمه؟ رأى شاهده في وجهه فابتسم ثم ذهب. معناها لقد تركتني بدوني. هذه إيحاءات إيجابية بتاتا ليس فيها ولو ربع من السلبية. وبالتالي تلك النظرة هي وحيدة محفزة على أنني سوف أخدمك مرة أخرى بشكل جيد. هذا مستوى عالي جدا، لا نستطيع أن نصل إليه، لكن حسبنا أن نقترب منه. الإيحاءات السلبية لا، نحن تكلمنا عن الإيحاءات الإيجابية، معناه أن ليس هناك سلبية. لماذا التحفيز؟ التحفيز يجعل الآخرين عندهم رضا وظيفي. التحفيز يجعل الآخرين مرتاحين في العمل. التحفيز يجعل الآخرين يستمتعون أثناء العمل. أي شخص غير مستمتع في العمل لن يكون متميزا، وأي شخص غير مستمتع في العمل سوف يخلق لي المشاكل في العمل. أعيد
شريط الذكريات إلى الوراء وتذكروا الموظفين عندكم. المبدعون مريحون، الذين فيهم مشاكل هم الذين لا يحبون عملهم وتجدهم غير محفزين لا خارجيا ولا داخليا. الآن سننتقل إلى أمر متعلق بما هي النظريات التي فسرت التحفيز، نظريات شرحت التحفيز وكيف نحفز الناس. هناك نظريات كثيرة لكن سنركز على اثنان أو ثلاثة فقط. تعرفون أبراهام ماسلو؟ ماسلو هذا هو صاحب نظرية سلم الحاجات. سلم الحاجات، ماذا يقول هذا السيد؟ يقول أن الناس في الحياة لديهم خمس حاجات، خمس أشياء يحتاجون إليها بشكل أساسي جدا. ما هي الحاجات الأساسية الأولى التي يحتاج إليها الإنسان لن يتخلى عنها؟ أكل والشرب، هي الحاجات الفسيولوجية. لاحظتم هي في الأسفل، في الأسفل. إذن الأكل والشرب والنوم هذه حاجات فيزيولوجية، هي أول ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان. بعدها تأتي حاجات الأمان أو الأمن، الأمن الوظيفي والأسري والصحي إلى غير ذلك. فيمكن الإنسان أن يسحب منه الأمن الوظيفي مثلا أو الأمن الأسري، لكن لا يمكن أن تسحب منه الطعام والشرب. الحاجات، فحينما يحقق الحاجات الأولى يرتقي إلى الحاجات الثانية. الآن يرتقي إلى الحاجات الثالثة، ما هي؟ الحاجات الاجتماعية، العلاقات والصداقات والزواج إلى غير ذلك. ثم بعدها الحاجة للتقدير، إنسان يحتاج أن يقدره الآخرون ويحترمه الآخرون. وآخر حاجة هي الحاجة لتحقيق الذات، تقدير الذات، أن يبتكر ويحل المشاكل ويتقبل الحقائق. هنا سؤال، حينما يولد الإنسان هل نحققه له حاجة تحقيق ذاته الأولى؟ هل يحتاج إليها في البداية؟ إلى ماذا يحتاج؟ الحاجة الفيزيولوجية، طعام وشراب جميل. إذن نحن كموظفين معنا ماذا يحتاجون عندنا؟ هل يحتاجون حاجات فيزيولوجية؟ لا يحتاجون إليها، لأنهم لديهم إشباع في البيت. يحتاجون حاجات الأمان من الطرد، رحمك الله. يحتاجون حاجات اجتماعية في العلاقات والتواصل، إذن يحتاجون منك أنت كمدير أن تتواصل معهم بشكل جيد. يحتاجون كذلك أن تقدرهم، ويحتاجون أن يحققوا ذواتهم عندك في ذلك العمل. إذن هم ليسوا موظفين يقومون بعملهم ويذهبون، يقومون بعملهم ولديهم حاجات. هناك شاهد يعضد هذا الأمر في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ليست سورة الفيل، سورة قريش، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وأمنهم. ماذا قدم الله عز وجل؟ الطعام. لاحظتم؟ محتاجين الإنسان للطعام، الله عز وجل قدم الطعام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن يأتي بعد. واضح الفكرة جيدا؟ جميل. الآن هناك نظرية أخرى تسمى نظرية الحاجات لماكيلاند. يقول بأن الناس لديهم ثلاث حاجات: الحاجة إلى السلطة، الإنسان يحب أن يكون مسؤولا في مكانه، فبالتالي عندك معلم، المعلم يحب أن يكون سلطان في قسمه، لا يريدك أن تتدخل في أدق التفاصيل،
تلاحظون هذا الأمر أليس كذلك؟ نعم أم لا؟ يكتبون لا يستمع. للأسف للأسف ما 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 لا يوجد إنسان يكتب ويجمع هذه الأشياء، لكن النظرية الإسلامية نستشفها من القرآن كما قلنا قبل قليل. نحتاج إلى أناس يستخرجون هذه الأشياء ويرتبونها، وها هي نظرية. نحتاج إلى أبحاث. إذن الحاجة إلى السلطة، الحاجة إلى الانتماء، ثم الحاجة إلى الإنجاز. يحب الإنسان أن ينجز أعمال وأن نشكره على ذلك الإنجاز. أنواع التحفيز، هناك تحفيز معنوي وتحفيز مادي. المدير أي تحفيز يقدم؟ معنوي. هناك تحفيز سلبي وتحفيز إيجابي، أيهما أحسن؟ التحفيز الإيجابي. المادي لا، كلاهما متسقان، لكن المعنوي يعطي مفعول قوي جدا. معنوي ها؟ الانتماء. الموظف يحب أن يكون عضوا مع هيئة، مع أناس معينين، لا يحب أن يكون لوحده. شخص له قيمته في المجتمع، لا يحب أن يكون رقم من الأرقام، يحب أنه في تلك المؤسسة له قيمة. الأستاذ فلان نعم هو متخصص في كذا وكذا وكذا، يعني له انتماء معين في ذلك المكان. الآن سوف نتكلم عن آلية التحفيز، يعني كيف نحفز الموظفين، بعض النقط كيف نحفز الموظفين. أنتم كيف تحفزون موظفيكم من غير التحفيز المادي؟ كيف تحفزون؟ عبد الله، أن تشجع أعماله وتثني عليه. تشكره على ما فعل، نعم. معنوي، نعم. شي طريقة أخرى؟ هناك طريقة أخرى؟ طريقة أولى. إذا لا تشجعون موظفيكم. الترقية. ممتاز. إذا الترقية. تقديم شهادة التقدير. تقديم شهادة التقدير. أيضا. تحفيز مادي. تحفيز مادي. إجازة. نعم. شواهد. نعم، هناك طرق كثيرة سنذكر بعض منها. أولا القدوة، لكي تحفز موظفيك وتقول لهم عليكم أن تحضروا باكرا وأن لا تتغيبوا. أنت هو الأول، يجب أن تكون أنت أول واحد في المؤسسة، تستقبل التلاميذ والموظفين، تبتسم لهذا، تسلم على هذا، إلى غير ذلك. والبشاشة دائما والابتسامة دائما لا تفارقكم. لماذا أنت مكشر؟ ابتسم يا هذا. الإشراك. الإشراك معناه أن تشركهم في الأمور التي تقوم بها، تشاورهم، تأخذ رأيهم، اقتراحاتهم، أفكارهم، آراءهم. اعذروني لقد جلست لأنني تعبت، اعذروني. أن تكون مرنا معهم ولا تكون جامدا كزا فجا،
إلا سوف يتعبون أن تكون مرنا. ليس المهم هو أن تتعبهم، لكن المهم أن تحقق الأهداف، لأن ما يجمعك مع الموظفين هو تحقيق الأهداف. أي وسيلة ستحقق الهدف نتبعها طالما أنها مشروعة، تعطيهم أهداف كي ينجزوها لا من أجل التعجيز. إن أحس الموظف أنك تريد أن تتعبه فقط لأنك أردت أن تتعبه سوف يقلق. الاحترام والتقدير من بين الأشياء التي تجعل الموظف محفز هي الاحترام والتقدير. إن احترمت موظفيك وقدرتهم وأعطيتهم قيمتهم سيحسون بهذا الأمر وهذا العطاء. التحفيز يقلل من المشاكل داخل المدرسة. لاحظوا معي منذ أول يوم وأنا أعطيكم مجموعة من ومضات وإشارات تساعد على حل المشاكل، لأن أصعب ما لدينا في المدارس هي المشاكل. التواصل يحل المشاكل، التحفيز يحل المشاكل، التنظيم يحل المشاكل، تنمية روح الانتماء الإيجابية، مستويات الأجور تكون ذات قيمة، العدل، لا أقوم بالمساواة ولكن بالعدل، لا أظلم أحدا، وحدة الرؤية. حينما تكون لدينا رؤية واحدة وموحدة يكون الناس محفزون، أي يعرفون الطريق التي سيذهبون إليها. وحدة الأمر يعني لديهم مخاطب واحد، حينما يخاطبهم أناس كثر لن يكونوا محفزين. وأخيرا التشجيع كما قال الأخ عبد الله، التشجيع. وسائل كثيرة جدا، اختاروا منها ما شئتم بالشكل الذي شئتم في الوقت الذي شئتم مع الشخص الذي شئتم. هناك أشياء أخرى، وأضيفوا من عندكم ما شئتم. إخوان هنا أضافوا إجازة، أضافوا شواهد، هذه أمور جميلة. والله تعبت يا أخي يوسف، الله يحفظك أخي. أن تكون إيجابيا معهم، إن كنت معهم سلبيا سوف يكونون كذلك هم سلبيين. لماذا لم تقم بهذا العمل؟ سأقوم به فقط. إن قلت له رجاء الخطة التي وضعناها تقتضي كذا وكذا وكذا وكذا، أنا واثق في عملك، ربطته بالهدف، أعطيته تحفيز إيجابي جميل، أنا واثق من قدراتك، إن شاء الله كن مرتاح البال، أكون مطاطا، سأقوم بالعمل كما ينبغي. مرحبا. أول مبدأ تختلف عادة، طلع الصوم عليه، الصوت مرتفع، طلع الصوم عليه، طلع الصوم عليه، غالبيته دعاة دعاة يكثرون كثير الموارد. رعاة، رعاة من الرعي. نعم، إذا تجدوا نوعا ما جاف الجفاف، الجاف. وإذا أردت أن تقول شيئا ما تردف ربما يرى ضعفا، فأنت مدير أردت أن تردف معه وتقول كلمات كذا وكذا يغمزك ويراك أنك ضعيف في إدارتك فيتجر عليك، أو يتناسى كثير مما كان ينبغي. مش غنى ما كان ينبغي أن يقوم به. مثل هذه البيئات، هذه البيئات كيف تقاوم هذه الأشياء وكيف تحفز وكيف 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 حتى تحفز ربما إذا أردت أن تحفزهم ربما يقول تظن أني كلام حتى إذا قلت شكرا لك ربما يرى في الجانب أسود. طيب. يصيبنا ما يصيبكم كذلك، لأن قسوة البيئة
تؤدي إلى قسوة المشاعر، معروف هذا الأمر. نحن كذلك عندنا في المغرب هناك أنواع مثل هذا الشكل، أناس قساة حينما تتلطف معهم يظنون أنك ضعيف، في حين أنك أنت مستواك عالي في الأخلاق معهم. لكن العملية سهلة لكن تأخذ وقت. أنا لا أقبل أي أحد كان مثلا في الإدارة، لا أقبل أحد في المؤسسة، لا أقبل أي أحد كان. ثم حينما أقبله سوف تكون هناك ثقافة. لماذا قلنا وحدة الرؤية؟ وحدة الرؤية، يجب أن أوحد الرؤية مع جميع الناس الذين معي، لأن ناس التحقوا بمشارب مختلفة، أفكار مختلفة، عقليات مختلفة. ففي البداية أوضح رؤيتي، ها هي طريقتنا في الاشتغال، لا نسب أحدا، لا نظلم أحدا، لسنا جافين. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ضرب طفلا ولا شابا ولا امرأة ولا نهر أحدا. فنحاول ما أمكن أن نرجع الأمور إلى نصابها، وهذه هي طريقتنا. نحن نتعامل باللين وبالهدوء، ومن فهم ليننا بأنه ضعف فالمشكل فيه. ففي البداية تضع النقط على الحروف وتذكر المؤمن سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى. ثم تذكر كذلك بأن هذه رؤيتنا، هذه طريقتنا في الاشتغال. ثم أمر آخر، تذكر بحديث النبوي الشريف، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذن من المخطئ، هو أم أنا؟ هو منهجه غير واضح، لا يتمثل أخلاق الإسلام، يعرفها لكن لا يمارسها. إذن ما دوري أنا؟ دوري أنا أمارس معه الدعوة بطريقة مختلفة، ويصلي يعبد الله، لكن 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 تلك اللطائف التربوية ليست لديه. إذن هنا سيدخل عندي إلى المختبر، وأعيد صياغة تفكيره وعقله. وهذا هو دور المدير، هو جميل هذا الدور لكنه يأخذ وقت، وسيكون وقت قليل إذا أحسنت الاختيار. ثم لذلك نقول بأن المدير يكون قدوة، ويكون أكثر علما وأكثر فطنة وأكثر فهما، يعرف بأنك أنت بدوي وعندك جفاف، سوف أتعامل معك حسب عقليتك، سوف أتعامل معك ليس بجفاف لكن بحزم، نوع من الرزانة في الكلام، لكنها لطيفة. ومع المدة بالتدريج يبدأ يصبح مثل نمطنا بالتدريج، فالتغيير لا يأتي دفعة واحدة. لذلك نقول دائما المدير يجب أن يكون مثقفا ويدرس الشخصيات والنفسيات والبيئات. حينما يأتيني معلم يقول أنا من قارسة، ما في مشكل، أنا من قارسة التحقت شهر قبل. من أين؟ أتيت من الصومال. عندك ثقافة الصومال وتعرف ثقافة الصومال. يقول لك أنا أتيت من نيروبي، كنت أعيش في نيروبي 20 سنة. الأمر يختلف، كان في نيروبي 20 سنة وأتى ليعمل في قارسة. هنا طريقة أخرى في التعامل. لذلك المدير من بين المهارات التي يجب أن يكتسبها هو أنه يجب أن يكون مدربا ومكونا وخطيبا مفوها، لأن مرة بعد مرة تحتاج أن تتكلم معهم وتوضح الرؤية. نحن طريقتنا في العمل هي كذا وكذا وكذا. مثلا عندنا لقاء في جدول أعمال، قبل أن نبدأ اللقاء أعطي كلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في مدرسة مثلا خديجة بنت خويلد، طريقتنا في الاشتغال هي أننا نريد الإبداع، نحب الإبداع بشكل كبير جدا، ونحب أن تكون علاقاتنا ما فيما بعضنا البعض علاقات أخوية. وتمر إشارة مرت اليوم، غدا إشارة أخرى مثلها، وهكذا اليوم حديث، غدا آية، غدا آية، إلى غدا. ومركب صعب، لكن ليس هناك حل سحري، لأننا نتعامل مع البشر. وهنا نطبق مقياس هيرمان، هذا يفهم الخشونة،
أطبق معه الخشونة لكن بطريقتي أنا، بطريقتي أنا. ورويداً ورويداً سوف يتأثر ببيئتنا ونسميها الثقافة، أن الجميع تصبح لديهم هذه الثقافة. أي شخص دخل غريب سوف يجد أن نفسه معزول، فهمتم؟ نحن لطاف ونحب بعضنا البعض ونتعامل، هو دخل وبجفاف، رويدا رويدا سوف يجد نفسه أنه معزولا، إما أن يعزل نفسه ويقصى ويموت معنويا أو يندمج مع الجماعة، فهمتموني؟ هنا نسميها بالعدوى الإيجابية، والمدير يتقن ويجب أن يتقن هذه العملية، أن يثير العدوى الإيجابية ما بين الموظفين. إن ظهر عندك شخص فيه خشونة أبعده، لأنه ممكن يأثر على الآخرين وتصبح عدوى سلبية، يجب أن تكون يقظا. بشير يريد أن يقول شيئا؟ اسمح لي لحظة أعطيكم إشارة خفيفة. فمثلا عندنا نحن في المغرب أن نسلم على بعضنا البعض بهذا الشكل، تعال معي. تعال مثال فقط كي تعرفوا كيف أتموقع أو أضع نفسي في موقع الآخر. نحن عادة في السلام إما نسلم هكذا عادي، إما نسلم هكذا بالوجه هكذا. في حالة كنت فرحا بشخص أو أحبه كثيرا، البشارقة ربما أنتم هذه الطريقة تأتيكم غريبة، ترونها غريبة هذه الطريقة المعانقة؟ عادي المشارقة يسلمون بالأنف، نحن نمج هذه الطريقة، تأتينا غريبة جدا يحبلها وقالك النجديون كذلك من؟ النجديون المشارقة الحجاز وغيره. أنا شخصيا حسب نمط الشخص حتى في المغرب هناك أشخاص لا يحبون أن أسلم عليهم هكذا، لا يحبون، فماذا أفعل؟ أسلم عليه وأقبل كتفه. فحينما أتيت عندكم لمس بأن أنتم عادة تسلموا هكذا فقط أو هكذا عند الحدود من السفر، فلاحظتموني أي شخص منكم أقبل كتفه، ماذا فعلت؟ تموقعت ب بموقعكم أنتم، خاطبتكم بما أنتم تعيشون به وتألفونه، أنا لست هنا لكي أغيركم، أنا هنا لأتكلم معكم، طالما الأمر شرعي وعادي وليس فيه شيء. مفهوم هذه العملية؟ جدا. إذن أنا الغريب سأتأقلم، سيأتي عندك موظف جديد سيصبح غريب، سيتأقلم، إن لم يتأقلم سوف ينضحك، رغم من عنه. هكذا ستفعلون مع الموظفين الجدد. أسستم الثقافة، وحدتم الرؤية، نظمتم كل شيء، أي غريب سوف يتأقلم. أستاذ؟ نعم دكتور. دكتور محرم كما يقال هناك ما يسمى خلفة طبيعية، لأنه ترى بعض الأحيان إنسان مهما بلغ ذروة العلم والثقافة أو رجل طلع، إذا قيل له إلقاء في أي موضوع يشبعك أو تستغرب، ولكن عند التعامل مع العالم الغريب الخشونة والتحقير والاستقطاب يظهر منه، قد يسلمك في أصابع أطراف الأصابع، لكن إذا قيل له تعال مثلا إذا كان يمكن تتعدى خطيب مفوه هو هذا بعض الناس يتساءلون يقولون الإنسان مهما تعلم وجوده خلقته وطبيعته، ولكن النظرية صحيحة صحيح لأن العلم شيء والأخلاق شيء آخر. إبليس لعنة الله عليه هل كان عارفا؟ كان يعرف، لكن الجبلة النفسية لم تتركه. إذا العلم لا يوريته بالضبط أخلاقا حسنة، وبالتالي العلم شيء والأخلاق شيء آخر. مجموعة من الشباب يسألونني عن الزواج، فدائما أقول لهم ابحث عن المتخلقة ذات خلق، لأن الخلق صعب أن تحصل عليه. حينما يقول الحديث اظفر بذات الدين تربت يداك، لكن الدين هنا بمعنى الخلق، لأن التدين أمر طبيعي أن يكون الإنسان متدين، أمر طبيعي أن يصلي الإنسان، لكن من غير طبيعي أن يكون متخلقا خلقا حسنا.
وبالتالي مع الزمن فهمت على ان انا كنت اظن ان حينما التقي مع انسان متدين وعالم صافي انتهى الامر وكل شيء على ما يرام، فقط لا. لذلك دائما انا كمدير اقول ان الانسان هو متدين، تدينه لنفسه مع خالقه، لكن خلقه لنا جميعا، فيجب ان ابحث عن الاخلاق التي تساعدني في العمل. ان كان متدينا غير متخلق ماذا افعل به؟ احتاج الى انسان القوي الامين، امين في اخلاقه وقوي في عبادته وقوي في عمله. لذلك في بعض الاحيان نضطر الى توظيف، طب الحال في غير التعليم لا، نحتاج الى انسان متدين في بعض الوظائف، ورايتها هنا في غاريسا مثل الخدم الذين هنا، وليس مسلم ومسيحي لكنه متخلق ويقوم بالعمل كما ينبغي، مرحبا به. واضح الفكره؟ إذا لا أوظفه لأنه متدين، لا أوظفه لأنه خلوق وصادق ويؤدي عمله بنظام. في التعليم لا، ضروري أن يكون التدين لأن الأستاذ قدوة. وهنا من بين الحلول المتعلقة بالمشاكل هي التوظيف والتمحيص الجيد أثناء التوظيف. قبل أن أوظف أي شخص أمحصه جيدا. مشاكلنا التي لدينا في المدارس ليس سببها ما هو داخل المدارس الآن، سببها قبل التحفيز، التمحيص قبل التوظيف، التواصل إلى غير ذلك. واضحة؟ الله يحفظكم. عدم وجود الميكروفون أتعبني، تعبت. من بين الآليات والوسائل التكوين المستمر. لحظة لا تكتبوا شيئا، سأشرح كل شيء ثم بعد ذلك أعطيكم المجال لكي تكتبوا، وحينما تكتبون أستريح أنا قليلا. التكوين المستمر، الموظفون يحتاجون للتكوين المستمر. أقترح مرة في الشهر أو مرة في شهرين تقيمون دورة تكوينية، والمدير يجب أن يتقن الدورات لكي يعلم الناس ويدرب افعل كذا كما نفعل الآن هذا اليوم، فيديو، نكتة، لغز، هدية. ستجدون بأن سيصبح هناك جو آخر في المؤسسة. أنا أتذكر أنني كنت في المؤسسة التي أشتغل فيها كنت دائما لدي تكوين مرة في الشهر، ونضع البرنامج في أول السنة بالاتفاق مع الأساتذة حسب حاجياتهم. من بين الأشياء التي تحفز الطاقم التربوي والأساتذة الهدايا. أتذكر أني دائما في أول السنة أحضر الشوكولاتة وأسلم كل أستاذ وأستاذة، أسلمهم قطعة شوكولاتة كبيرة وأقول لهم هذه في أول السنة، أعطيكم شيئا حلوا ونتمنى أن تكون السنة كلها حلوة إن شاء الله. البعض يفهم، البعض يقول هذا شخص ساذج، ما هذه السذاجة؟ لكن أنا لا ألتفت، لدي مقصد وأعرف ماذا أفعل. الذي كان يظنني أني ساذجا تظهر له الأيام أنه هو الذي كان ساذجا. إذا الهدايا من بين الأشياء التي تحفز الموظفين هو ضمان واستقرار العمل، يحب أن يكون العمل مستقر ليس فيه قلق ومشاكل، رفع الروح المعنوية بالتشجيع والشكر. العمل بروح الفريق، العمل بروح الفريق أي نشتغل مجموعات، أنتم لديكم بحث غدا، أنتم لديكم واحد عمل معين نريد أن نصحح المراقبة بشكل جماعي إلى غير ذلك. العمل في روح الفريق يعزز هذه الأشياء. مد يد المساعدة، أن أساعد الأستاذ فيما احتاج إليه، لا أقوم بدور المفتش فقط، أراقب ثم أقول له ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى هذا الأمر ولم أفهم هذه، أشرح له أنا مدرب مكون له، ثم أهتم بالمشاعر الفردية. عادة المدير يهتم بالعمل فقط، لكن في بعض الأحيان يأتيني الدكتور يوسف وألاحظ بأنه عينيه فيها احمرار، فأقول له يوسف ما بالك؟ هل أنت مريض؟
متعب قليلا. شفاك الله، شفاك الله، هذه الكلمة وهذه الحركة، هذه اللمسة الحانية لن ينساها ما حيا طول الحياة. اكتب وسأستريح. أنا فهمت. مرحبا أستاذ بشير. قلنا العمل بالروح الفريق. ما معناه؟ لا، العمل بالروح الفريق. وزع الأعمال والمعلومة على يقوم بالأعمال. لكن الذي يريد أصلا نحن كمجتمع يدخل فينا العمل الفردي. يريد كل أن يحقق في ذاته عمل كان من المفروض أن تحقق المحصات. لذا في وسط الطريق ربما يترك العمل الذي بدأه لأنه يكون ثقيلا عليه. فكيف نقوم مثلا ونقنع الناس العمل روح الفرد؟ لأنه يدخل بين العمل الفرد. فهمتك. أريد المشاركة. نعم. لا غنى عن العمل الفردي، لأن الإنسان يحب أن ينجز لوحده، هذا أمر طبيعي، لكن نزوج بينهما. في بعض الأحيان هناك عمل فردي، وبعض الأحيان نعطيهم أعمال جماعية، نقول أن هذا عمل نريده جماعي كما فعلنا البارحة، عمل فردي وبعض الأحيان عمل جماعي، وفي الأخير المجموعة هي الفائزة. ثم بعض الأحيان أنه نوضح أهمية العمل الجماعي، بأنه في هذا المشروع نريد عمل جماعي ونريد منتوج كبير جدا لكي نقلص الوقت والجهد إلى غير ذلك. ثم بعض الأحيان هو تعويد، لأن عندما نتكلم أغلب الناس لا يقتنعون، لكن جميع الناس يقتنعون بالممارسة حينما يجد بأن طريقة في الاشتغال في هذا الموضوع نشتغل جماعة، وفي هذا الموضوع نشتغل بشكل فردي، فبالممارسة سيقتنعون بالممارسة. لكن ليس هناك عمل فردي دائما، وليس هناك عمل جماعي دائما، مرة فردي ومرة جماعي. حكومة سواء محلية أو مركزية. المدارس الآلية تكون بشكل ذاتي. فالإنسان أو المدرس إذا وجد ما يزيد مما تعطيه 500، وربما مرة واحدة يدخل منك في المركز 3 مدرسين أو 4 مدرسين يكون البصر فارغا لأنهم وجدوا قاتلا أزيد مما كنت يتقاضوا فيهم. إذا غالبا في المدارس الآلية التي نتحدث عنها وهؤلاء مدراؤها ومديروها لا يضمن استقرار العمل التدريسي فقط. إذا هم يخرجون من ذاتهم. إذا المشكل هنا مشكل مالي. مشكل مالي. إذا يحتاجون إلى تحفيز مادي. وليس عندك تحفيز مادي، ما تحفيزهم ماديا. إذا ستشتغل على التحفيز المعنوي.
وتركز على أنه سوف يربح تكوين. إن عودت له النقود بالتكوين هذا أجمل. إذن سوف ترفع مستوى التحفيز المعنوي، سوف ترفع منه. أولاً التكوين. ها؟ لابد أن يكون مقتنعاً بما تؤذيه من التكوين. نعم. يجب أن يحس بقيمته. بقيمته، لكن إذا لم يحس فماذا؟ لن تفعل له شيئاً. هذه المشكلة ليست. لن تفعل له شيئاً. هذه ليست خاصة بالمدارس بالمدارس الحديثة. لكن الحكومة موجودة. المدرسون في المدارس الثانوية والابتدائية حكومية في الغالب يتركون عمل التدريس لهيئات ومؤسسات ومكاتب إدارية. هذا موجود في العالم كله. المهم عندك هو أن ذلك الموظف سيشتغل معي سنة كاملة. المهم في تلك السنة يجب أن يكون مرتاحا. إن استطعت أن أبقيه معي إلى سنة ثانية هذا أجمل. وفي بعض الأحيان يذهب ويجد جوا غير ملائم ويعود إلي. ووقعت معي معلمة ذهبت ورجعت بعد ذلك. ما بالك يعطونني ثمن أكثر لكن تعاملهم لا يليق. ماذا تريدين؟ أريد أن أعود إليكم، أريد ثمنا زهيدا لكن أريد تعاملا أحسن. كان الله في عونكم. تقول الملكة كاترين الثانية: أنا أمدح بصوت جهوري، أمدح بصوت مسموع وألوم بصوت ناعم. اللوم الناعم، هذه شرحتها. آه. إذن أخي يوسف يريد الشرح، أعيد الشرح. تقول أنا أمدح بصوت جهوري أي بصوت مسموع، الجميع يسمع بأنني مدحت فلان. أنت ممتاز، هذا عمل جيد، تبارك الله عليك، شكرا. وألوم بصوت ناعم، بصوت هادئ، يعني لا ألوم وأنا أصرخ وإلى غير ذلك. حتى اللوم فيه جمالية. دع هناك دلالتان. نعم. توجيهان معنى معنى لا أجعله يعلم الجميع. بالنسبة للوم. بالنسبة للوم. نعم. هناك دلالة على أنه ألوم ولا أحد يسمع ذلك اللوم إلا بدون تشهير. تحياتي. أنت يجب أن تكون في هذا المكان يا أستاذ. أنت مدرب رائع. أنت رائع يا أستاذ. أنت من كينيا؟ من كينيا؟ لكن درست في الخارج. نعم درست في السعودية. كم من سنة؟ 4 سنوات. 4 سنوات. عجيب. لكن دكتور هؤلاء يقرؤون الدين ويأخذون ما يحسنون عملهم ويأخذون عقيدة كأنها اقتبست من حديث ما كان حلم في شيء إلا زان وما نزع رب فعلا إلا شان فعلا فعلا ورأينا ما يقتبسون من الحديث ولا يسندون فعلا حتى بعض الأحيان عندما يسندون يقولون all books say يعنون القرآن ما يقولون القرآن هذا حسد. دع فريق عملك يعرفون كم هم مهمون وخاصون عندك. يجب أن يحسوا أنك تهتم بهم، تحبهم. كن صادقا عندما تتحدث إليهم. ملحوظة، عندما تتحدث إلى الموظفين يحسون بك صادقا أم كاذب، يحسون بك من خلال نبرة الكلام وتعابير الوجه. كن صادقا معهم سيكونون صادقين معك. هذه شرحتها لي تو. الشرح. الشرح معناه اجعل فريق عملك يحسون بأنك مهتم بهم، بأنك تحبهم محبة الأخوة في الله، وأنهم خاصون عندك لأنهم مقربون. كن صادقا عندما تتحدث إليهم.
الصدق في الكلام وفي الوعود وفي كل شيء. لأنه تطبيقا للحديث النبوي الشريف، الصحابة كلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون واحد منهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنه أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لأن الرسول كان دائما بشر. سبحان الله، كل واحد يظن بأنه هو أقرب من جميعهم إلى الرسول. عجيب عجيب، نفس هذا المعنى. عجيب، بمعنى آخر أن تقبل عليه بكامل كيانك. حينما كان مع أعلم أتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أمنا عائشة، فوجد امرأة عجوز وجلس وبدأ يتكلم معها، فغضبت فقال لها، فنسي كل شيء وتكلم مدة طويلة مع السيدة، نسي العالم. قال لها هذه صديقة خديجة بنت خويلد. فهمتم؟ إنها هالة، إنها هالة. نفس الأمر، أكون أناقش موضوع معين ثم يدخل عندي شخص، أنسى العالم وأركز معه، مرحبا أستاذي ماذا تريد كذا، يعني أندمج معه. هذا ولا أخيرا قصة اليوم، وننهي هذا اليوم الجميل ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تكون الحصة ممتعة. قصة اليوم، هي ليست قصة بل شبه حكمة أو شيء من القبيل. المدح المتوازن، مدحت يوما صاحبي ولم أحدثه إلا بحق، أعليت من شأنه وهو أهل لذلك، رفعته ورفعته حتى على وسما، حتى صار بعيدا في السماء، ومن هناك لم يعد يراني. ماذا فهمتم؟ أنني حفزته ومدحته حتى فات الحد فأصيب بالكبرياء، فعوض أن يعطي المدح والتحفيز أكله أعطاني عكس النتيجة. إذن ما هو المطلوب من مني كمدير في التحفيز؟ هونا عسى أن يكون عدوك يوما، يعني أن يكون هناك توازن، أن لا تكون المبالغة، والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وحسبنا الرماية كل يوم، أعد أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. الطعام يحتاج إلى ملح، لكن الإكثار منه يكون غير ذا قيمة. الحياة تحتاج إلى بعض المرح والألعاب كما مارسنا، لكن الإكثار منها ليست لها قيمة. المدح والتشجيع والتحفيز مهم جدا، لكن يجب أن يعطى بجرعات محسوبة. أقول جرعات محسوبة كالدواء، الدواء يجب أن يكون بجرعات محسوبة. كالطبيب، لو أعطى الطبيب نفس الدواء لجميع المرضى لقتل أغلبهم. كل موظف له دواءه الخاص أو تحفيزه الخاص بالمقدور الخاص بالشكل الذي يناسبه. الآن أريد متطوعين كي نختم. تخافون من التطوع؟ فلا الذي مر عندي هنا لا يقف. مررت البارحة؟ مررت. إذا تفضل، شكرا. منذ شخص لم يقف.